عيب. تمام، بما ان حضرتك قلت رايك خلينا ناخد كابتن ميدو مصالح. كابتن ميدو مساء الخير. النور يا كابتن خالد، الف مبروك على مباراه النهارده. الله يبارك فيك حبيبي. نتيجه جميله ونتيجه مطمئنه، والماتشات ان شاء الله داخلين في الاصعب باذن الله في المرحله اللي جايه ان شاء الله. انت عارف احنا عندنا اربع ماتشات ورا بعض منهم دور الثمانيه، وان شاء الله قبل النهايه يعني لما ربنا يوفقنا يعني. يا رب ربنا يوفقك. ان شاء الله يبقى حمل كبير على اللعيبه يعني، فان شاء الله ربنا يسهل كده وان شاء الله نقدر نطلع النهايه على طول. طيب دلوقتي احنا عندنا البطولات دايما بتفرز شباب جميله جدا زي عبد الرحمن سعودي، محمد رمضان. انا شايف وجهه نظري بطوله افريقيا دي عبد الرحمن سعودي محمد رمضان، رايك ايه؟ والله اولا عبد الرحمن سعودي الحمد لله ده كان اختيار موفق ليا من سنتين بالظبط، جبته من نادي الشرطه. كويس. الحمد لله يعني انا الحمد لله كان انا اللي جبته. انا كان يعني امل كبير قوي في الولد دوت ان هو ان شاء الله هيبقى مستقبل مصر في مركز ثلاثه مع محمد عادل ان شاء الله يعني. فهو ولد انا متوسم فيه خير قوي. كويس. والحمد لله لعب معايا السنه اللي فاتت ماتشات مهمه، والسنه دي نزل برضه في ماتشات كتيره جدا مهمه وقدم عليه تماما. كويس. محمد رمضان وكان شريف طبعا معاه برضه جبروا مصر في المستقبل ان شاء الله يعني. باذن الله. خلينا طمنا النهارده في ثلاث نجوم كبار في الفريق ما لعبوش، محمد عبد المنعم ومحمد وعبد الرحيم عبو، والثالث محمد عادل. طمنا ما لعبوش ليه؟ في اراء في الاستوديو هنا بيقول انت عندك بلان كبيره، ده الدكتور فؤاد قال كده، قال ان في بلان كبيره عندك بطوله افريقيا وراها نهائيات الدوري. عايز اعرف راي حضرتك ايه في الثلاثه ما لعبوش النهارده. والله انا سمعت راي الكابتن فؤاد، راي الكابتن فؤاد بالظبط هو ده اللي في دماغي، هو ده اللي صح. انا زي ما قلت لك استاذ ان انا هلعب 28 ماتش في 66 يوم، فدي حمل كبير جدا على اللعيبه عندي، سواء بقى دوري وكاس ودورات مجمعه وافريقيا وبعدين هخش الدوري تاني، فلازم اللعيبه دي تاخد حقها من الراحه والاستشفاء. والحمد لله النهارده ماتش كان سهل، ما احتجتش فيه لعيب ولا عادل، نجوم كبار طبعا، ومنعم طبعا راجع من الاصابه، فالحمد لله الامور مشيت كويسه قوي وما احتجتش ليهم، وان شاء الله يشافوا بكره باذن الله. برافو عليك يا ميدو والله، وبحييك وان شاء الله تحقق موسم جميل بلا هزيمه باذن الله. ربنا يخليك كابتن فؤاد يعني، وامل دعواتكم معانا ان شاء الله. عايز اسالك السؤال الاخير ده، حاجه مهمه بالنسبه لنا، شايف اللي جاي اللي هي الماتشات اللي جايه، شايف مين بينافس النادي الاهلي في البطوله الافريقيه؟ هو ان شاء الله بكره ماتش هيبقى سهل ان شاء الله يعني، لكن فرقه كينيا فرقه كويسه على فكره، واحنا لعبناها السنه اللي فاتت، يمكن هي الفرقه الوحيده اللي خدت مننا جيم السنه اللي فاتت في دور الثمانيه برضو اللي هي الخدمات العامه. الخدمات العامة كيني، وطبعا قبل النهائي اعتقد ان السويحلي هنقابله في قبل النهائي، واتمنى طبعا ان النهائي يبقى مصري مع سموحه كسبانه نادي الزمالك اربع مرات السنه دي، ففرقه فايقه وعاملين دوري كويس قوي وعاملين صفقات كويسه، جابوا مهدي في ثلاثه وجابوا رضا ليبرو وجابوا هشام عويس احسن ضريب في العالم، فرقه محترمه جدا عملت اللي عليها، واعتقد يعني ان شاء الله اذا الامور مشيت كويسه يعني هنبقى احنا مسموح ان شاء الله فيه. كابتن ميدو، هو المجموعه الرابعه اتحددت بالنسبه لك ولا لسه في اعتقد فرقه اوغندا لسه عندها امل توصل، ولا المجموعه الرابعه اتحددت خلاص النهارده؟ اللي احنا هنلعبها. اعتقد ان هي اسبانيا الليبي اول والخدمات العامه ثاني اعتقد. تمام. كابتن ميدو بنشكرك شكرا جزيلا، كل امنياتنا الطيبه ليك، النجمه ال 14 في طريق كابتن ميدو مصلحي ورجال الكره الطايره، نتمناها يوم الاربعاء باذن الله النجمه ال 14